بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فما هو حكم الشرع في متابعة مسلسلات رمضان طول النهار وطول الليل؟ هل هذا يتعارض مع الصيام؟ دعونا نجيب على هذا السؤال ببيان فضل هذا الشهر الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم حثانا فيه على التزود من التقوى والتزود من الطاعة، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيام قلائل نجد أثرها فيما بعد، يوم القيامة رفعة للدرجات وزيادة في الحسنات، فمن استغنى عن هذا الثواب العظيم واستمر في مشاهدة ما لا ينفع ومتابعة المسلسلات وضيع وقته، فهذا مسكين قد ضيع على نفسه ثوابا عظيما وفضلا كبيرا كان يمكنه أن يغتنمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، والله أعلم.